اليوم نحن نعيش لحظات في الثانوية التأهيلية بن عباد وتتعلق ببرنامج سطر من أجل سد وإكمال دروس الأسدس الأول وتغطية التحصيل الدراسي الذي سبق وأن عانى منه ناشئتنا بسبب الاحتجاجات. بتنسيق مع المديرية الإقليمية ومصلحة الشؤون التربوية، المؤسسة سطرت برنامجا حافلا من أجل إنجاح هذه المحطة المهمة في السنة الدراسية، وتجند لذلك مجموعة من السيدات والسادة الأساتذة بابتكاراتهم واجتهاداتهم وتضحياتهم لتحقيق الهدف الذي يتجسد في إكمال دروس الأسدس الأول وإنجاح السنة الدراسية وإتمام جميع العمليات. اليوم ترون من خلال زيارتكم هذه المجموعة من التلاميذ والتلميذات رغم العطلة مع أساتذتهم يملؤون قاعة الدرس واشتغلون بكل تضحية وتفاني وبكل ضمير حي. أتمنى لهم التوفيق وأجدد الشكر لهم وأحييهم على هذه المبادرة التي يعني تبقى مسجلة في تاريخهم المهني والعملي. أنا تلميذة في الثانوية التأهيلية بن عباد بسطات بسنة البكالوريا مسلك العلوم الفيزيائية. هذا العام كانوا بزاف ديال المشاكل وكانوا الأسر ديالنا متخوفين وكنا تحنا التلاميذ متخوفين بزاف من أننا ما نقدروش نكملوا البروغرام وشحال من حاجة، ولكن مني تحل المشكل ورجعنا للمدرسة ورجعنا للقراية بشكل عادي جدا. الأساتذة ديالنا تطوعوا وكنقدم لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، كنشكرهم بزاف بزاف، وتا الاسر ديالنا كيشكروهم بزاف بزاف على هذه المبادره اللي داروا انهم قدموا لنا الدروس في العطله. اسمي مروه الشمرخ، انا تلميذه بالثانيه بكالوريا علوم فيزيائيه بثانويه ابن عباد التاهيليه. كيف ما كنعرفوا هذا العام كنا واجهنا مشاكل عديده بسبب الاضرابات اللي طراو. الحمد لله من بعد ما تحلوا هذه المشاكل اليوم حنايا مهما ان كاينه العطله الاساتذه جايبونا المدرسه باش نداركون ريكيبيريو الدروس اللي كانوا فاتونا ايام الاضرابات. والحمد لله حنايا دابا غاديين في البروغرام ديالنا ديال البكالوريا مزيان، ما عندنا لا تاخر لا والو. وكنشكروا الاساتذه من هذا المنبر والمؤسسه اللي حلات لنا باب في هذه العطله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.